ننتقل إلى اسم آخر، اسم ينتمي إلى هذه المدينة، وهو من الباحثين النبهاء، وهو من مواليد قلعة طازوبا المعروفة، هذه القلعة التي كانت دائما للمقاومة وللخصوصية المحلية. إلى الأستاذ، إنه الأستاذ يوسف السعيدي، سيشارك معنا بمداخلة موسومة من وجوه المقاومة القائد محمد بقوت البوفروغي. من إصدارات سي السعيدي نذكر كتاب إقليم كارت الذاكرة والتاريخ، وهو كتاب مشترك مع الأستاذ عبد الوهاب الرومي، وكتاب كذلك إغزار نيشن، وهو كتاب مشترك مع باحثين آخرين، وله إسهامات عدة في عدة ملتقيات وندوات محلية وطنية، وشارك في برامج تلفزيونية متعددة. فليتفضل الأستاذ سيدي مشكورا لله بمداخلته. موضوع إنه موضوع خيجن وليس خيجن مجاهد وخصيصين حنشات نتاع تصنيف الناس جهلوا جهادا ميدانيا وقدموا الكثير وغير النفيس من أجل المنطقة، لكن تراكم عليهم غبار فلا يعرفوا الناشئ الجد أو القدام عن المشيئة. إذا السور أخ محمد البحوث أحد القادة الميدانيين للجهاد والقتال والنضال، خاصة في مرحلة جهاد عقدين الطالب. إذا زعيمنا مثلنا في قرية أو منتشرة في الكويت بويفرو، يعني قديم على كل سنة وغيثان، بين إتنشا إلى صورة تمثال جزء من القوين ليتني تغنج أنس لا يتربى لا يترعى، والمنطقة تتوجه دائما خطورة اجتياح إسبانيو. إذا بان بويفرو الوقعية مرة سهما بالمواجهة. إذا فمعركة سيدي واريش القرن الماضي إذا شارك أو كان مراقبا، كان صغير، كان صغير لأن تخبيرات تقول بأنه ولد 1880، إذا الناس كأنه يشارك أو يتراقب الأحداث. لمعركة من خان مشن أنه ثبت أنه يشارك ليس كمقاتل كمجاهد، وفي نهاية أنه نهاية المعركة وجمعا القتلى من مسلمين المجاهدين، ويشارك أنه سلح إجن المجاهد ظنفرا أنه ينقع عشريس بونيا خرز بانغان يخنق الناس مما يدل كفاءة المقاتل المنطقة. إذا بعد استشهاد محمد مزيان طرس المنطقة ليتان الشباب مخافة للبوليس الأهلي والجيش الإسباني، فكان سي بوحوت أيضا من ضم إلى الجيش أو البوليس الأهلي الإسباني، واطمأن راس إسبانيا وثق ليسن. لكن أتس محاولة أو الحركة محمود الخطابي محمود الخطابي لما انبثقت ووقع الصدام الإسبانيو هربارا، ثم معركة أنوال انهار الجيش الإسباني، فأفين الفرصة هؤلاء من القادة إلى طبيعي ضمن أسبانيو أصبحوا قادة وغبات الفرصة أنهم يشكن أسبانيو، ومن ضمنهم محمد بوحوت كاين خرجة كاين ناظوري الغول ناظوري كاين محمد الفاسي كاين يمني كاين جهود، إذا كثير ومنهم كل واحد يستحق دراسة خاصة، خاصة ونيس جاموني إن غير نيس الإسبانية بحكم إعدام الغول ناظوري ودين أرشيف إسباني دين بعض الصفحات يعني مشتقة جدا خواريزة. إذا انتفض محمد بوحوت بوزنغان من تغا ديتان، استطاع السولة هنا إسبانيو ديتان، بعد ذلك داخل غافمي سيغيل بوفران السولة منطقة تغا ديتان هنا أيضا، ثم بعد ذلك ذهب إلى سلوان وكان مدفعي إن كان زيادة على خبرته العسكرية،
صاحب خبرة في ضرب المدافع، استخدم مدفع في الهجوم على هذه يعني السلوان، واستطاع أن يجبرها على الاستسلام. بعد ذلك انتقل إلى العدو، استخدم مدفعين، مدفع كذا عنده وآخر جلبه من غصن، واستطاع أيضا إخضاع هذا نتاع كيس دانوني، استطاع أنه السلم الاسبانيول، معروف ان الكارثه العربيه معروفه لانه قاعد تجاوزات واصبح العالم معروف. ثم انه لما الاسبانيول يعقد هذه السلوك من يعني بعد مثل الهزيمه النص باذن الله احد يواجهه باذن الله لتو يمنح وجهين فبحوث حول ما كان ديار فانهز جرح تماسك وركب على فرسه والجرح ينزل فحتى تمكن من ان يداوي نفسه بالزيت المغذيات التقليديه. اذا نسبيا نقط ان طبيعه النودان يعني تغيث قتال يعني انه يداوي في النص زوج تحمان زوج يموان باش يسد النزيف. بعد ذلك انه انتقل من سيف منطقه لهذه المنطقه خليفه الاوسط ومن ينقل يعني ينقل عائله نس غادا سديد لجامع عبد الحسين دائره ابنود. إذا المنطقة تورط تحت النفوذ يعني الحماية لم تكن تحت النفوذ الفرنسي، إذا المنطقة كانت تابعة للفرنسي بالحماية ميدانية وما لم تكن بعد قد سقطت في الحال في السلطة الفرنسية. إذا ما نغذيها أكثر هذه هذه منطقة الشاون، معركة الشاون بالنسبة للإسبانيول يتورط في سكسين سحب فلقاها فرصة. إذا بين الخطابي لوماس محمدي توالي محمد الخطابي في المنطقة ديال الشاون أشرف يعني على المعارك هناك فأرسل له الخطابي القائد الفد محمد بوحوت أن يوضع الخطة لمواجهة إسبان عند الانسحاب. فعلا أمد يروح يجيب الخطة من نص ميدان الميدان اللي أسفل اللي ساحب ونسحب كينس دعوه الفرقة دعوا الفرقة الإرادة منفصلة إلى الشاون والهجوم سيكون بعد انسحاب من الشاون حيث يكون مفتعلون بالجرحى وبأشياء أخرى حينئذ نتمكن من هزيمتهم ومن حربهم. وفعلا هذا الذي تم وافق محمد الخطابي الخطة وكانت هزيمة مدوية لإسبان في هذه المنطقة واستطاعوا أن يقتلوا منهم عددا هائلا جدا من الجنود وجنرال واحدا والعقداء وقوات الى اخره. اذا بعد المعركه من الشاون التي يعني ابدى فيها بعد الحسن انتقل الى المنطقه الجنوب والغرب حيث نشر حرب مع فرنسا يعني ولكنها لظروف اصبحت هناك معركه مع فرنسا مع القوات الفرنسيه ولعب دورا مهما جدا في هذه المعارك انه كان قائدا ميدانيا ومدربا للجنود ومخططا استراتيجيا. اذا سوريا تورام هو للبقاوي احد الميالين الى فرنسا عمل لصالح فرنسا اذا اصطدم مع المقاومه وهرب الى المنطقه الفرنسيه. اذا بعد هذه المعركه انضمت قبائل ورقاء من ضمن المقاومه وقاتلت الى جانب عبد الطبيب لكن القوة الفرنسية كانت يعني كبار في تحالفها مع إسبانيا استطاعوا أن يهزموا المقاومة ويستولوا على المنطقة فتم الاستسلام. إذا استسلم الخطابي بصورة معروفة واستسلم أيضا البوح وأوكي القبض عليه من منطقة الزناية من طرف أحد قادة الاستعمار للبوح أوكي القبض عليه ووضع السجن بتازة وطريق الجونتا أن يسلم لإسبانيا وفعلا هذا الذي تم سلموه لإسبانيا. وفي إسبانيا انتقم منهم انتقام رهيب، أولا من السجن روسو أوردو يجب أن تقبل مظلم بلا طعام بلا شراب إلا ما يقيم الأوز، أكثر من ذلك أنه حتى أوقات صار باش يسلم وتقول يسلموا الأوقات فكانت تلقى جوار المسلمين بعض المسجونين غاص الأوضاع تصير أفضل أخف كانوا يدقون في جدار سقفهم في الجدار يعني بعدد ركعات في الصبح والظهر والعصر هكذا بقي 4 سنوات في الاوضاع. ثم حاولوا انهاء السجن ديال الصغور من الصور التقديس
إذا وحاولوا أيضا قتله بسقيه السم بقهوة، فكاد أن يموت ولكن سلم، ولكن بقى المرض يعاوده إلى آخر حياته. بعد ذلك انتقل إلى جزر بدانا من الوسط، حيث سجن هناك سنتين، هي في السجون الدولية الوسط، ثم إلى سنتين في سجن النبور، جزيرة النبور. بعد ذلك أخذوه إلى ولو أربع سنوات، إلى أن انتهت حرب أهل إسبانيا. توسط له الماريشال أو الجنرال محمد بن زيان الزهراوي، وتوسط لآخرين من أهله كانوا زملائه في الجيش في البداية. إذا أطلق سراحه بشرط أن يضمن ولاءه أو عدم خروجه للقتال مرة أخرى. فعلا أصبح عم زين يدير رئيس ميرو الإسباني وركيز كونر رئيس، إلى أن استقر بمنطقة العرائش عم زين، فكان يعيش مدة معه إلى أن صدر العفو التام، فأطلق سراحه ورجع إلى متجره لقرية تشارلز، ولكن عاش حياة بسيطة زاهدا حتى في المكافأة التي تسابق عليها الناس المقاومون، لم ينل شيئا ولم يأخذ شيئا وبقي صابرا مجاهدا. وأن الخبر يغطي ومتغض القاهرة، فكان يتألم لحاله وحاول مساعدته ولكن لم يكن له مساعدة. والرجل إذن هذه الصورة للمرشال مزيان محمد مزيان الصحراوي. إذا بقي الرجل ثابتا زاهدا حتى في لم يكرم الا في اخر حياته في السنه معه بالاخير في 1980 بحركه من طرف مجموعه من الفعاليات السياسيه والثقافيه للنظر، فكرموه الى حد ما تكريما، لكنه مات بعد ذلك بسنه 1980 80 عاش 30 سنه فتوفي الى ربه. إذا والمعلومات عنه غير موجودة عن العربية إلا التقارير الأجنبية أو بعض المؤرخ الأجنبي. نتمنى أن تكون قد تكتبنا بسرعة، لكن بعد سنين إن شاء الله فيه بعض التفاصيل، ونتمنى أن تكون دراسة ماراثونية بركة الغول اليماني محمد الفاسي أبو خوجة إلى آخره. وشكرا على حسن الله.